على وجه السرعة واستجابة لإشارة من أحد المواطنين. فريق من هندسة المتفجرات يصل إلى المنطقة الحدودية شرق غزة لتقييم الخطر والتعامل معه. المنطقة كانت مسرحا للأحداث خلال العامين الماضيين. قذيفة صاروخية وجدها أحد المواطنين أثناء أعمال تجريف فيها. هنا حيث الخطأ الأول هو الخطأ الأخير. تتعامل هذه الفرق في الميدان مع مخاطر كبيرة بإمكانات متواضعة. اللافت أن المؤسسات الدولية ذات العلاقة تعاني أيضا من أزمة تمويل لمشاريعها في غزة، ما من شأنه أن يرفع من نسبة الخطر المحدق بالمدنيين. في مقر الإدارة العامة لهندسة المتفجرات مخزن لمخلفات الاحتلال بمختلف أنواعها، أنواع وثقتها تقارير دولية تشي باستخدام الاحتلال أسلحة ممنوعة ضد المدنيين. يعني يمكن أبرز المعوقات هي المعدات اللوجستية أو الإمكانيات. احنا غالب عملنا نعتمد على الإمكانيات البشرية. قمنا خلال عام 2020 بإتلاف ما يقارب 10 طن من المخلفات. هذه صور حصرية حصلنا عليها توثق عمل فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الأجسام المشبوهة، إحدى المؤسسات الدولية التي تعمل في هذا المجال بغزة. استطاعت اللجنة الدولية بالتعاون مع هذا الفريق أن تتيح الوصول الآمن لأكثر من 620 مزارع يمتلكون ما مجموعه 6200 دنم في المناطق الحدودية التي تقع بين المسافة من 100 متر إلى 300 متر بعيدا عن السياج الفاصل. في قطاع غزة منطقة الأحداث الساخنة تعد مخلفات الاحتلال هاجس المدنيين، خاصة مع تعدد أنواعها وأشكالها. بالنسبة للناس هنا يتوقف صوت المدافع أحيانا، فيما لا تتوقف آثارها. باسل خلف، التلفزيون العربي، قطاع غزة.